نادي جلاء بدمشق كان النقطة الأولى التي تجمع فيها السوريون ملبيين نداء ماراثون أنا أحب دمشق لتقول الصورة إننا أبناء الحياة. تعالي نقول إنه الشام الساعة رح تضل ونحن رح نضل نعمر فيها ومنه هذا الرمز والصرح اللي نحن رح نفتتحه. أنا بحب دمشق. كلياتنا بنحب الشام بالرغم من كل الظروف اللي صايرة فيها هلا. نحن موجودين. حضرت أكيد ما في أحلى من هيك جو. الماراثون الذي دعا له فريق شباب دمشق التطوعي برعاية من محافظ دمشق انطلق من نادي جلاء وصولا إلى ساحة الأمويين حيث تم تدشين النصب التذكاري I love Damascus بحضور رسمي وشعبي. إرادة الشعب لن تنكسر، إرادة الشعب ستكون أقوى من أي شيء آخر، التفاف الشعب واحتضانه لجيشه هو عنوان نصرنا مفتاح نصرنا، والنصر قادم طال أم قصر فهو قادم، لأن هذا شعب الذي يملك هذه الإرادة لا يمكن أن تنكسر إرادته. لا يتوقف الشباب السوري عن الإبداع والعطاء بالرغم من كل الظروف، بالرغم من التعتيم، بالرغم من الحصار. مثل ما شفنا الشباب السوري اليوم موجود بفعالية برمزيتها أنا أحب دمشق، ولكن اليوم عم شوف محبة دمشق بالشباب السوري الموجود على الجبهات، بالشباب السوري الموجود بالجامعات وبالمعامل ويمارس حياته الطبيعية. أكيد أنه نحن الشعب السوري والشباب السوري عايش وموجود على الأرض رغم الحرب ورغم الدمار اللي صار ورغم الشيء اللي مرقنا فيه، بس نحن بدنا نقول أنه نحن موجودين على هاي الأرض ونحن واقفين مثل مواقف جبل قاسيون اللي وراء الصرح تماما. نحن واقفين هون على هاي الأرض حتى لو متنا، نحن في غيرنا جيل واقف وثابت بهاي الأرض ومتمسك ببلده. أكيد فريق شباب دمشق التطوعي يعني هاي المبادرة هي موجودة بكل أنحاء العالم وهي ودمشق بتستاهل، يعني قديش غالية دمشق علينا فهي بتستاهل نحبها. وهذا تعبير يعني أنا بشوف هذا النشاط المدني اللي بيعملوه الشباب كتير بيعزز يعني حركة المجتمع كلياته وبيعطيه هيك دفع وبيعطيه أمل وبيعطيه يعني مجال لحتى يعبر عن نفسه. فهي الشباب يعني شيء بيفرح القلب أكيد. بهذا الحب اجتمع السوريون ليقولوا إن على هذه الأرض الكثير الكثير من الحياة. لأننا نحب دمشق اجتمع السوريون اليوم ليقولون هذه الكلمة وليبقى هذا الصرح ثابتا هنا كما صمود قاسيون. للإخبارية السورية من دمشق سلمى عودة.